هي صور لأجود أنواع الجلود تتم صناعتها هنا في الجزائر، جلود في شتى الأنواع والأشكال والألوان. تبدأ القصة يوم ذبح الأغنام والأبقار، فكيف تحول هذه الهدورات إلى منتوج نهائي يصدر إلى الخارج؟ شوارع المدن تعرف في كل عيد رميا عشوائيا للهدورات. وزارة الصناعة والمناجم تصدت لهذه الظاهرة ونظمت حملة لجمع فروات الأضاحي من الأحياء بست ولايات نموذجية. الهدف جمع 800 ألف فروة، لكن المحقق بلغ 900 ألف فروة. لاحظنا من خلال العملية ومن خلال رصد يعني الأرقام ومن خلال الملاحظ بأن الأهداف التي سطرت تجاوزناها، بفضل الله الحمد لله، بفضل وعي المواطنين ومشاركة الكثيرين والفاعلين في هذه العملية. نحن هنا متواجدون بمصنع الجلود بالريبة. المصنع يشتغل منذ نصف قرن. مهمتنا الوقوف على عملية إعادة تصنيع ما تم جمعه من الأحياء. العملية تمر عبر عدة مراحل، فبمجرد قدومها إلى المصنع يتم فرزها وتمليحها ثم تقسيمها إلى مجموعتين استعدادا لنقلها. أول مرحلة ندير العملية اليوتري الصالحة والغير صالحة. الغير صالحة تكون مضروبة بالموس، تكون فيها ليترو، والصالحة تكون لا غبار، مليحة ما فيهاش الموس. من بعد ندير جيل كلارك يدي المليحة، يديها لاترومب، يديها عملية التمييه. هذه الجلود تغادر الآن المخزن، تسافر عبر الحاملة إلى عالم جديد، وبالضبط إلى ورشة الآلات، ليقوم العمال هنا بغسلها وتنظيفها من جميع الجراثيم ثم فصل الصوف عن الجلد. العملية الأولى في الإنتاج هي عملية الغسل، نغسل الجلد تاعنا من الأوساخ، بعد ذلك نديروا له برودوي نحيو الصوف، بعد ذلك تجي يبقى اللحم في الجلد نحيو له، نديروا له عملية ليشارناج، العملية اللي راح نشوفوها. بعد عملية الشارناج اللي شتوها نبدأ عملية الغسل وعملية الدباغة، هي عبارة عن عدة عمليات في آن واحد. نبدأوها بالغسل ونكملوها بالدباغة بالكروم. الكروم هذا باش يولي عندنا وات بلو، أن بلو. بعد ذلك عندنا عملية الكلاسمو وات بلو، عملية التصنيف. التصنيف هي دو شوا، كاين اللي تروح ليكسبور وكاين اللي تروح لوكال، ديستيني بور لوكال. المنتوج شبه تام ينظف إلى حين تخلصه من جميع المواد الكيميائية ليخرج بعدها ويوضع في السكة لتجفيفه وتصنيفه على حسب الجودة النهائية.
كما شفتوا بعد كل مراحل الانتاج نقوموا بعمليه التصنيف النهائي وعمليه البيطاش فينال. بعد هذا لوبيراسيون ولا هذه العمليه تكون السلعه مهيئه للبيع. منتجات فاقت التوقعات في جمالها، جلود مميزة للتصدير، استراتيجية تعدت الأهداف المسطرة. وهنا يطرح سؤال، هل ستعمم العملية على باقي الولايات العام المقبل؟